مقاطعة عين أعمال في مقاطعة عين السبع زيرو مشروع مع الأثر زيرو مشروع. يعني هنا ما غاديش نحمل ما نحملش المسؤولية لشي طرف ولا شي حاجة، غير الملاحظة تاعنا خاصة نقولها. إلا كنا حنا كمعارضة مقاطعة عين السبع ما نسمحش لينا باش نقدموا وأعضاء مجلس العمل ما نسمحش باش نقدموا المقترحات تاعنا، لأن خاصها تكون مرفوقة بميل التقني. حنا كمعارضة ما عندناش حتى الآليات المالية باش نتاعكم الآليات المالية في المقاطعة، أحرى ناخذوا ميل التقني ونجوا لنا، ولكن هذا ما يمنعش أستاذ أنو أعضاء المكتب باش يكون عندهم انفتاح على صعيد عملها شخصية العميل. تظن على انه قوة اقتراحية كبيرة يمكن له اقتراح مشاريع اخرى باش نجيو اليوم نلقاو عين السبع اللي محرومة من هاد النقاط 36 مع الاسف ما كاين حتى شي نقطة مبرمجة هي ماشي نقطة، ولكن بالنسبة لنا حنا كاعضاء متابعين تاع عملات مقاطعة عين السبع غادي نحسو بشوية الحكرة، لان اللي خصنا نضحكو بخمس سنين هنا ونزيدو نكملو هنا ونزيدو هكا ثم تيبان لينا ما يمكنش. وحنا من الاعضاء المواظبين اللي تندافعو تنحضرو جميع الاوراق جميع اللجان نتعاملو مع كل الاخلاقيات تنشاركو ما تنديرو السابوطاج، ولكن نتمنى في كونتر بارتي الدور الجاية يكون انصاف تاع عملات مقاطعة عين السبع بنفس المشاريع وعدد المشاريع اللي كانت اليوم، علاش يمكن لينا إلا عطينا شي مشاريع مقاطعة أخرى تاهما يكونوا إضافة. إيه بطبيعة الحال كان كيف تشوفوا الحركة اللي تتشوفوا دابا ما كانش في سابقا، فهمتيني؟ علاش هذه علامة استفهام نطرح، لأن حتى في هذه القيسة كنا تنصادقوا على مشاريع ولكن ما تنشوفوا راه ما كاينش شي حاجة في أرض الواقع اللي نزلت، بالعكس دابا حاليا تنشوفوا مشاريع من تصغر اوتوماتيك مباشره تبدا تنزيل تاعهم على ارض الواقع، تنزيل فعل كاين، ماشي زعما باش نبخسوا العمل اللي كاين دابا في شخص النائب الاول الرئيس، كاين واحد الديناميه واحد الحيوه واحد الانفتاح زعما ماشي نقولوا. وتا العداله واخا شتوني اليوم كتعقبت لان اقصاء امات عين السبع زيرو مشروع، ولكن هذا ما تجعلنيش بسبب مسببات ماشي مجلس العمل والمكتب، لان كاين حنا تنمارسوا المعارضه في مقاطعه عين السبع. حنا ما يمكنش لينا نقترحوا، الا بغيت تقترح شي مشاريع في مجلس العمل خاص تكون عندك فيش تقني الارض الوثائق تاعها، حنا في المعارضه ما يمكنش لينا نحصلوا على هادشي. دونك هنا تيبقاو خاص الرئيس المقاطعه اللي ينفتح على الاعضاء المتدابين مجلس العماله ويحاول يحفزهم يعطيهم مقترح المشاريع هما اللي غيدافعوا. لا مازال هادشي باقي النقاش ما فتوش، باقي ما توصلنا شكون توصل. لا مازال كاين مده، حنا المؤتمر حنا تنقولوا 6 شهور دابا هي المده 6 شهور، ولكن الحاله تاع المصيريه حنا باقي كاين السلطات المختصه هي اللي غادي النهار غادي يوصل الوقت ولي بالحل الوقت راه حنا غادي نتوصلوا مرسالات راه غادي يتم الاطلاع عليه ونقوموا لازم. لا دابا ما كاينش، دابا حنا بقينا في الاطار القانوني، النائب الاول هو الذي يمارس المهام، باقي الان ما كاين حتى مقترح، ما كاين حتى لم يفتح اي نقاش بين الاحزاب شكون ما كاين حتى شي نقاش، لانه دابا اليوم ما معروفش واش غادي يستمروا بحال هكا او غادي اعاده انتخاب. لا حنا دابا حنا باقي دابا اعاده انتخاب باقي، راه باقي المده ما سالتش، من غدا وغدا غادي يقول لك الرئيس هو جا غادي تقول لي قبل المده تحيد ما يمكنش، دونك ملي تسالي المده تنفتحوا لك.